احمد علي شين الحسن يا حسن، انت بتجي في الحشيش يا حسن؟ مش حاضر يا استاذ. حاضر مع المكتمل. تم صبرات وبحق وذلك تاسيسا على اطلال اجراءات الضبط والقبض والتفتيش، اختلاق مامور الضبط القضائي حاله من حالات التلبس، عدم معقوليه تصور حدوث الواقعه على نحو غير بالاوراق، تأديت التهام وتلفيقه وافتعال الدليل من قبل مأمور الضبط القضائي، فرار السيد محرر البحضر بشهادته حاج القوم رفقة، إطلال الإقرار المنسوب صدوره إلى المتهم حيث أنه وليد إكرام مادي ومعنوي، اتفاق صلة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وكذلك الحفظ مع المستشار من أول وهلة. مأمور الضبط القضائي اصطنع وقعة ليس لها سند من الواقع أو التمر، واخترق حالة التلبس حتى يضع عليها الشرعية بطريقة غير شرعية، وهو أن المتهم معليه، وكما تعلمنا من محراب عدلكم أن المجرم بيبقى شديد الحذر والحيطة، فكيف يا معالي المستشار يقف بشارع ما استحم بالمرة والسكان وعابري المرور والسيارات بيقوم بعفس مع أنه بيعلن عن نفسه معليه وبيقول أن أنا معايا مادة مجرمة يعاقب عليها القانون، وتعالى كأني بيقول لمأمور الضبط القضائي يفصح عن نفسه انه يقبض عليه ويزقه في دائرة الاتهام معاه. لا الامر من قبل وبعد، براءة سعادتك.